الصورة هي لي عبد القادر الحسيني، محمد عز الدين القسام، فوزي القاوقجي أو أمين الحسيني. الإجابة رقم 4، أمين الحسيني. وفعلا إجابة صحيحة، فعلا الصورة هي لي أمين الحسيني. الصورة لي فوزي القاوقجي، محمد عز الدين القسام، عبد القادر الحسيني أو عبد الرحيم محمود. الإجابة رقم 2. بكل تأكيد إجابة صحيحة. الصورة صارت على الشاشة. لمين؟ كمال عدوان، صخر حبش، أبو علي مصطفى أو جورج حبش؟ الإجابة 3. ممتاز، إجابة صحيحة. السؤال بيقول: وفقاً لخلاصة التقرير الطبي الفرنسي بعد وفاة عرفات، فإن سبب الوفاة هو خلايا سرطانية منتشرة بشكل واسع في جسمه. لا يمكن تفسير هذه الحالة وفق علم الأمراض، أو التهابات في القلب أدت إلى توقفه عن العمل، أو جلطة دماغية. الإجابة رقم 2. فعلاً إجابة صحيحة. وفقاً لخلاصة التقرير الفلسطيني حول وفاة الرئيس ياسر عرفات، فإن تطور الحالة المرضية ناتج عن مادة سمية ووجود مرض جرثومي عند الرئيس، أو تطور الحالة المرضية ناتج عن مادة سمية تم فحصها والكشف عن نتيجتها، أو تطور الحالة المرضية ناتج عن أمراض مزمنة كان يعاني منها الرئيس، أو تطور الحالة المرضية ناتج عن مادة سمية لم يتم فحصها أو الكشف عن نتيجة فحصها. إجابة رقم 4. وفعلا إجابة صحيحة.